ونبدأ حلقتنا بخبر يتم تداوله بشكل واسع منذ أمس في السعودية، ويتعلق بصدور حكم من المحكمة الجزائية في منطقة عسير تجاه الخطيب سعيد محمد بن فروة بعد إدانته بالتعدي لفظيا على الفنان ناصر القصبي والتشهير به، حيث وصفه بالكافر والديوث. القاضي أصدر حكما على الخطيب بالسجن 45 يوما، مع أخذ تعهد عليه بعدم تكرار هذا التصرف مرة أخرى. إلا أن حسابا على تويتر تابعا للخطيب سعيد محمد بن فروة أوضح أن الحكم ابتدائي ويمكن للخطيب استئنافه. وكان بن فروة قد هاجم القصبي بعد عرض حلقة من مسلسل سيلفي رمضان قبل الماضي. وفي تعليق على الحكم كتب الفنان السعودي ناصر القصبي على حسابه في تويتر: خطوة مهمة، صدور حكم مثل هذا يمثل شجاعة القضاء للتصدي لظاهرة التكفير. واعتبر في تغريدة أخرى أن الحكم ليس انتصارا له بل لوقف ظاهرة التكفير، وما زلنا ندفع ثمنها لحرق شبابنا في سوريا والعراق وقبلهم في أفغانستان جراء هذا المكفر وأمثاله، على حد قول القصبي في تغريدته.